فعلا اليوم هو افتتاح يعني اول يعني مشروع من نوعه في مدينة العيون، مشروع خصوص العاب الاطفال. حاولنا نوفر لهم العاب بمستوى عالي ذات معايير دولية، وفي نفس الوقت غادي يكون مكان مخصص للاباء ولا حتى الناس اللي غادي يجيو بالنسبه للاكلات الخفيفه. نتكلم لكم شويه على هذا المكان، هذا الفضاء هذا ديال الاكلات الخفيفه، فالناس يعني اللي تيسهروا على الطبخ ديالهم ناس ذات شهادات عليا وفوتوا سنين ذات خبره عاليه في فنادق ذات 5 نجوم. هذا الشيء فقط لتوفير منتوج ذات جوده عاليه وباثمنه مناسبه. فمرحبا للجميع ومرحبا بالاطفال مدينه العيون، ونتمنى لكم سنه سعيده بهذه الفرصه هذه. معكم الشيف ياسين بغداد، مرحبا بكم عندنا في هذا الفضاء ديال الالعاب ديال الاطفال اللي سميتو ميكاسيتا. حصل لي الشرف انني نجي لمدينه العيون باش نسهر على لاكارت اللي غادي ديال الماكولات اللي غادي نقدموا للزبناء ديالنا. اللي سهرنا ان تكون عاليه الجوده، لا من ناحيه المنتجات اللي تنستعملوا، لا من ناحيه ديال الطريقه ديال التحضير، لا من ناحيه ديال ان نقصوا من الماتير كراس، ونفكروا في الصحه ديال الناس اللي غادي يجيو عندنا. نعطيكم مثال، ان مثلا حتى لي صوص السلطات ما تنشريوش الصوصات اللي مصنعه اللي فيها مواد حافظه، الا تنصوبوهم هنا. كاين تشكيله متنوعه من السلطات، تشكيله متنوعه من البيتزا. جبنا بيتزات جداد لمدينه العيون، هما لي سويس بيتزا اللي باش يكونوا في وقت ديال الكوتي ولا في وقت الغداء، اللي فيهم لي فرويساك لي حلوين باش تناسب جميع الاذواق. بالنسبه للديسير والحلويات تنصوبوهم هنا عندنا في ميكاسيتا، يعني ما تنشريوش من برا. اش غادي نقول لكم مرحبا بكم، حنا تنتسناوكم بكل شوق باش تجيو باش تذوقوا هاد الماكولات اللي عندنا هنايا في المطبخ. اليوم هذا المشروع اللي هو صراحة يجمع بين الفسحة بالنسبة للأطفال وأسرهم بمعيتهم، فهذا المشروع اللي يعتبر الأول مميز على مستوى الأقاليم الجنوبية بمواصفات عالية طبعا بجودة عالمية كما تلاحظون في هذا الفضاء الذي يقدم خدمات للأطفال في كل مستوى أعمارهم بمعية أسرهم طبعا في فضاء مفتوح فيه اللعب، فيه الفسحة، فيه يعني ألعاب خاصة للأطفال في كل مستوياتهم. اليوم هذا المشروع سيفتح آفاقا جديدة لطفولة العيون إلى جانب كل الفضاءات التي تنعم بها مدينة العيون. اليوم كما شفتوا على أننا جينا باش نأزروا هذا الشاب على افتتاح هذا المكان، لأنه مكان جامع للكل، طفولة، الأسرة، المجتمع اللي يبغي مثل هذه المشاريع اللي هادفة، والأسرة ما تخاف عليها على أنها تجي في عين المكان تتغدى ولا تتعشى ولا تاخذ وجبتها وفي راحه للعاب اطفالهم. وهذه مساله اجتماعيه، ونشجعوا بحال مثل هذه المبادرات. واللي فكر هذه الفكره هي فكره لصالح اطفال مدينه العيون، لصالح اسره مدينه العيون. اذا كلنا جينا اليوم لمؤازره هذا الشاب اولا، وللنظر على ان الصوره ما تحتاج اي تعليق، على ان الحضور اليوم لانه اول رغم انه اليوم ديال الافتتاح، ولكن فرحة كبرى على وجوه الأطفال، لأن الأطفال هم اللي يهمونا، وطفولتنا راهي بخير وعلى خير بمثل هذه المبادرات. ونتمناو من المسؤولين على الطفولة على أنهم يدخلوا للميدان، ولن تكون هناك طلبات من مجموعة من الجمعيات باش تدخل للميدان. ونشكروا أي حد جاء أزر الشاب ولا أزر مثل هذه المبادرات الهادفة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.